وأن أبا هريرة ممن أكثر عن بني إسرائيل، كان مولى عنه بأحاديث بني إسرائيل وبإسرائيلياتهم، وكان خبيرا وخريتا، حتى أخرج الإمام البيهقي وذكر ذلك الذهبي في تذكرة الحفاظ أن كعب الأحبار وهو اليهودي اليمني الذي جاء المدينة المنورة في خلافة الفاروق عمر وأعلن إسلامه هناك، وكان من أحبار اليهود ومن علمائهم الكبار المذيع أو المشاهير، كان أبو هريرة يجلس إليه بل أولى بالجلوس إليه كثيرا وأخذ عنه كثيرا طائلة، حتى قال مرة كعب الأحبار: ما رأيت أحدا لم يقرأ التوراة هو أعلم بما فيها من أبي هريرة. يكاد يحفظها. سنعود إلى قضية أبي هريرة. طبعا أبو هريرة لم يكن واحدا أيها الإخوة، لم يتفرد بالأخذ عن بني إسرائيل للأسف، يا ليته ما فعل ويا ليت سائر الصحابة ما فعلوا، لأن هذا أضر كثيرا بينابيع معرفتنا وكثيرا بتصوراتنا الدينية والاجتماعية والفلسفية والعقدية. اختلطت الحقائق بالأساطير واختلط الصواب أيها الإخوة بالخطأ والحق بالباطل. عبد الله بن عباس نفس الشيء، أخذ كثيرا عن بني إسرائيل. عبد الله بن السلام الصحابي الجليل حدث كثيرا من موروث الإسرائيلي. طبعا في المقدمة يأتي كعب الأحبار ووهب ابن منبه، وهكذا عبد الله بن عمر أخذ عنهم، عبد الله بن عمر أخذ عنهم أيضا، لكن أبو هريرة يتصدر هؤلاء أكثر كثيرا عن بني إسرائيل. على كل حال، فالمسألة لها أصلها الإسرائيلي. طبعا الدراسة المستخصية والبحث الجاد أيها الإخوة سوف يفضي في النهاية إلى استخلاص نتيجة أن يعني جزءا أو شطرا لا يستهان به ولا يستخف به من تصوراتنا أيها الإخوة، إنما هو ذو أصل إسرائيلي، ذو أصل إسرائيلي، وانسرب هذا إلى كتب الحديث، إلى كتب التفسير، إلى كتب التاريخ، خاصة أحيانا إلى الدراسات حتى الفقهية، لكن هذا أقل شيء. لكن في الحديث وفي تفسير القرآن وفي التواريخ هذا موجود بكثرة للأسف الشديد، وأضر بنا كثيرا.